دلوقتي بقى لخلطه المحشي. ناس كتير جدا 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 بتختلف خلطه المحشي. استحاله 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 تخش بيت تاكلي محشي وتخش بيت تاني تاكلي نفس المحشي، استحاله. مع ان ممكن تبقى هي هي المقادير وهي هي المكونات وهي هي نفس الطريقه، بس لا، المحشي ده غير المحشي ده. بتفرق في النفس، بتفرق في التتبيله اللي انا بعملها، بتفرق في الخلطه نفسها، بالبلدي بتاعنا كده بتفرق في التخديعه اللي هي الصلصه اللي هي تخديعه المحشي نفسها. في ناس بتعملها ني في ني، في ناس بتسويها، في ناس بتعملها ببصل احمر، في ناس بتعملها ببصل ابيض، في ناس بتحط شويه نعناع، في ناس ما بتحطش، في ناس بتحط لهم بهارات معين وسبع بهارات وملح وفلفل اسود، في ناس بتحط كمون وثوم. فبتحس ان التغذيه واحده، لكن مع اختلاف مكون واحد ممكن المحشي يتنقل من حته لحته تانيه خالص. طيب تعالوا النهارده نشوف اللي احنا عاملينه. انا حاطه حله على النار بتسخن علشان اشتغل بيها على طول. وهعمل ايه؟ مشكله تغذيه المحشي مع اي حد، يا نهار ابيض والتغذيه، يعني هقعد الف ده كله واقعد اعمل ده كله وفي الاخر هو طبق واحد او صينيه واحده والاكله خلصت. طيب ما احنا كنا مسهلين على نفسنا وقت التفريز ومفرزين بصل، اللي هو البصل الاحمر ده كنا عاملينه مع بعض وشايلينه متحمر بالشكل كده. يبقى معنى كده ان انا مجرد ما اخد كيس البصل من النار من الديب فريزر او من الفريزر واروح حاطه حبه زيت صغيرين كده مش كتير لان انا اصلا شايلاه بزيته كده اهو، واروح فاتحه اكياس البصل اللي انا مفرزاها، اول خطوه بتاخد مني وقت وبقعد ادمع وبقعد اعيط خلصت اهو. اول خطوه بتاخد مني وقت وببقى شايله همها خلصت. ليه؟ لان احنا كنا مفرزينه من الاول وشايلينه ومبططينه رفيع كده، واول ما طلعناه الصبح فك معانا بالشكل ده، واهو بالشكل ده كده في حبه زيت يا دوب ان هو يفك التحميره بتاعته او يفك التبريده بتاعته ونشتغل بيه على طول. يبقى اول حاجه صعبه سهلت علينا وخلصنا منها. طيب بنيجي بعد البصل بنعمل ايه؟ بنبقى بقى في صلصه طماطم، في خضره، في نعناع، في توابل، كل ده هينزل معانا على الشاشه دلوقتي وهنشوف مقادير التخديعه بتاعت المحشي او المحشي الكرنب بنحتاج له ايه. مقاديرنا على الشاشه وبتقول معانا ايه يا رغد؟ طبعا الكميه اللي موجوده على الشاشه دي علشان كرنبايه صغيره، ممكن تزودي ممكن تقللي على حسب اللي انت عايزاه. وعلى فكره في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، انت ممكن تعملي تخديعه المحشي كميه بس من غير الخضره، يعني حطي واعملي التخديعه وتبلي واعملي اللي انت عايزاه وتيجي تحشي تروحي واخده جزء حاطه عليه الخضره اللي انت مقطعاها وغسلاها وزي الفل وتبداي تحشي، لقيتي ان هو محتاج تخديعه زياده تروحي واخده حبه تخديعه حاطه عليهم حبه الخضره. لكن ما تخدعيش لكن اسفه ما تفرزيش الصلصه بتاعه المحشي او الخلطه بتاعه المحشي وانت حاطه فيها الخضره. ليه؟ علشان الخضره بتسود وبتغمق، ما بتبقاش مصحصحه كده زي ما احنا ما عايزينها. طيب معانا كرنبايه مسلوقه ومتقطعه بالشكل ده وهوريكم دلوقتي هنقطعها ازاي وهنلف كمان ازاي. الخلطه معايا نص كيلو رز، انا عامله كميه بسيطه لان انا عامله نسخه زي ما انتم شايفين كده ومستويه فمش هحتاج كتير للحلقه اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. والورقه اللي انا حطاها على الوش دي علشان تطلعهولي كله سوى واحد، ولا في صباع مفكوك ولا في رزايه طالعه ولا اي حاجه خالص. طبعا النسخه دي انا عاملاها في البيت وبصراحه مش انا اللي عاملاها، يعني لازم تاخد حقها، امي ربنا يديها الصحه، هي اللي حشي حله المحشي دي، فربنا يبارك لي فيك يا امي يا رب. طيب باقي المقادير بتاعتنا، معلش يا احمد هنزلها تاني عشان اتكلم معاها عليها بالراحه. تسلم لي. قلنا نص كيلو رز، معايا بصل احمر مفروم وده اللي احنا مفرزينه، معايا كمان ايه؟ ثلاث حزم خضره مفرومين، شبت وبقدونس وكزبره، العيدان بس مش الورق بس مش العيدان. بقطع العود ارميه واخد الورق افرمه ناعم، معايا كمان حزمه نعناع فريش ودي بتديني ريحه هايله، طب ما فيش فريش في السوق يا نونه؟ ما فيش اي مشكله نجيب ناشف بس ما يبقاش فيه قش ولا حاجه يبقى نضيف ويكون ريحته مميزه يعني. معايا ايه كمان؟ لتر صلصه طماطم، طبعا انا عامله كميه قليله علشان الحلقه بس لكن انتوا ممكن تزودوا الكميه. معايا 2 معلقه كبيره فلفل احمر حار مفروم، معايا زيت اللي احنا حطيناه، مكعبين المرقه، ومعايا توابل المحشي. اكتر من كده مش عايز. البصلايه ما شاء الله عليها، بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. وزي ما قلت لكم
للممبار وللمحشي نستخدم البصل الاحمر، لكن للخضار وتسبيكه الخضار سواء بسله، جزر، سبانخ، ايا كان الخضار اللي انتوا بتعملوه يبقى البصل ابيض. ليه؟ علشان الاحمر بيتقل الصلصه وبيديها غمقان وتقل، فبيفضل ان هو يبقى للمحشي والممبار بس. للارضيه محتاجه ايه؟ بصل وجزر وشرايح طماطم، اكتر من كده مش عايزه، اكتر من كده مش عايزه. توابل المحشي، ومعانا ملح وفلفل اسود بالشكل ده كده. النعناع والخضره بيتحطوا في الاخر خالص بعد التغذيه، ما بتتسبك على يا دوب على الحشو علشان ما يكتموش الريحه بتاعتهم، وفي نفس الوقت يبقوا مصحصحين ومزهزهين معانا. طماطم متسبكه والبصلايه كتيره وتقيله وما شاء الله عليها، وحطيت الفلفل وحطيت، بصوا المنظر عامل ازاي. طيب المنظر ده كده وهو على النار، انا ما ينفعش خالص احط له الخضره والنعناع، لو حطيته يبقى انا بموت الخضره والنعناع. انا عايزاهم يبقوا لونهم مصحصح كده، يبقوا فريش، يبقوا فعلا باينين في الخضره. فانا بعمل ايه؟ انا طبعا مش هستخدم الخلطه دي كلها، فحرام ان انا اخد ده كله احط فيه خلطه وارجع اقول طب هالخلطه دي الباقيه هعمل بيها ايه؟ احنا ساعات بنقول ايه؟ لا، الباقي هنسويه رز، العيال ياكلوا منه مثلا على ما ايه ما نيجي نتغدى، او على ما نيجي نعمل ده في الايام العاديه طبعا. فطب ليه؟ فاحنا هناخد على قدنا كده اهو بالشكل ده، انا خلاص خدت على قدي بالشكل ده كده، ده اللي انا هستخدمه في الحشو، واروح حاطه كده. انا ممكن ازود كمان الصلصه عشان الخضره هتبقى كتير، وادي النعناع. ممكن نعمل كده كمان. واروح مقلبه ونسيب بقى الرز في الاخر. طب نونة، هو مقدار الرز دوت على قد الخلطه؟ انا كنونة يعني في البيت، انا لما بحط الرز والاقي الخلطه فاتحه ازود خلطه، بحط الرز بالتدريج على قد الكرنبايه اللي انا هحشي بيها، على قد الكرنبايه اللي انا هحشي بيها. طيب عشان سوى الرز يا نونة يطلع معايا مظبوط، هل الرز بيتغسل ولا بيتنقع ولا بيتحط من غير غسيل ولا بتعملي فيه ايه؟ عندي حاجه من الاثنين، لو انا جايباه اكياس مقفوله اللي هي المعلبه او المغلفه، باخد الكيس من الرز من الكيس على الخلطه على طول، ما بخليش عليه ولا نقطه ميه. طيب لو انا جايباه سايب من عند العطار، او ان هو متعرض للهواء او متعرض للمس ايد وكده، بروح ماسكاه منقياه وغسلاه، وبعد ما اغسله يتصفف ساعتها على الخلطه، ما سيبهوش في ميه، مش عايزاه يشرب ميه. ليه؟ انا خلاص الخلطه متسبكه والرز اهو، عايزاه يبقى مفلفل كده وشكله حلو، عشان لما اجي احشي واسوي الكرنب ياخد تسويه الرز. في ناس كتير قوي لما بتيجي تسوي المحشي تقول لك ايه، الرزايه مستويه بس الكرنبايه نيه. ليه؟ علشان في ناس بتحط الخلطه مع الرز وتديها تسويحه على النار. طب ما التسويحه اللي على النار دي يا حبيبتي سوت الرز، فلما بتيجي بعد كده تحطيه في ورقه الكرنب وتيجي تحشيه وتيجي تسويه بتلاقي الكرنبايه لسه نيه لكن الرز مستوي، بتبقي مش عارفه تعملي ايه. فعلشان كده ما نحطش الرز على النار، لا باخد الرز كده وراح عامله كده وابدا ان انا اقلب وهو على النيه خالص كده اهو، والرز ما يبقاش فيه ميه ولا يتنقع. هتغسليه يبقى من الغسيل على الخلطه على طول. انقي بس ورقه كبيره شويه. بسم الله. بصوا بقى في التسويه بتاعه الكرنب او في سلق الورق. طيب لما نسلق الورق اولا يبقى يا دوب ضافرنا كده ندوس على العرش دوت، لو لقينا الضافر بيخش بسهوله يبقى كده الورقه استوت ونشيلها. طيب انا شلت 3 4 ورقات اهو من الحله، الحله بنحط فيها شويه ملح وشويه كمون علشان الغازات اللي بتبقى في البطن. طيب شلت الكرنب من الحله وبرجع بعد كده احطه على صينيه، اللي انا هطلعه سخن ما احطوش فوق اللي طلع في الاول. ليه؟ السخونيه بتاعت اللي لسه طالع وده برد هيبدا ان هو يسويه زياده او هيبدا ان هو يهري زياده، فنبدا ان احنا نفرد على صينيه كبيره، مش اللي يطلع لسه سخن نحطه على البارد علشان ما يزودش التسويه بتاعته، لما يبقى يبرد نبدا ان احنا نحطهم على بعض ونبدا ان احنا نسوي. طيب اسهل طريقه بقى بقول لكم فيها لحشو الورق، ورق الكرنب، بسلق الكرنبايه ببدا ان انا اعمل كده، بشيل العرش بتاعها اللي هي الحته الناشفه اللي هي في النص دي. في ناس بياخدوها بيحطوها في الارضيه بتاعت الحله وبيبداوا ان هم يحشوا عليها، وفي ناس بترميها وفي ناس بتخللها. طيب وبعد كده هروح عامله كده. بصوا بقى احنا المفروض ان احنا متعودين ان احنا بنقطع مربعات او على حسب الورق اللي انت بتعمليه، وبيبدا بعد كده يمشي معاكي زي الفل.
لكن النهارده هنحشي بطريقه مختلفه، شفتها بصراحه على اليوتيوب وفعلا فعلا انا مش متذكره مين اللي كان عاملها، بس الموضوع لا ما كانش على اليوتيوب، كانت على التيك توك والايه؟ شفت الطريقه؟ نعم دي جزرايه. شفتها وبصراحه جربتها ولقيت ان انا حله المحشي ما خدتش في ايديا دقايق، بدل من ان انا اقعد اقطع مربعات وابدا ان انا الف كده، هوريكم دلوقتي بنلف ازاي. نقلل الرز ما يبقاش ان هو كتير، علشان احنا عايزين الصباع بتاعنا يكون رفيع وما يبقاش ان هو مليان رز وخلاص. بصوا كده بالشكل ده كده اهو، وبرجع اجي كده واروح جايبه هنا الطرف واروح عامله كده، شايفين؟ واروح لفه تانيه كمان. بصوا انا بلف وببرم، بلمها كويس قوي علشان ما تبقاش مفكوكه معايا بالشكل ده كده، لفه كمان وخلاص اهو اتلفت وزي الفل. اجي من هنا اروح قطع كده واروح عامله كده، في ثانيه واحده بقى عندي ثلاث صوابع بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه جدا، طالع كله رصه واحده، هيطلع كله معاكي مقاس واحد في منتهى الجمال. نرص في الحله بتاعتنا على طول، واروح مكمله ورقه كمان اهي، اي لا نص الورقه التاني اللي احنا سيبناه. طيب دي كده مقطوعه مش هتاخد الرول لوحده اهو، اروح عامله كده اهي مفيش اي مشكله، حبه الرز ويكونوا رفيعين وتكون الكميه بسيطه جدا جدا جدا. نلف ده ونطلع حالا، واروح جايبه كده وابدا ان انا الف، ولما الف اروح لما وعامل كده اهو، هيخرج ازاي ده كده اهو، هياخد مقام صباعين اهو، ده انت لو حركتيه ولعبتي بيه كوره اهو ولا هيخرج ولا اي حاجه اهو، شايفين المنظر عامل ازاي. ونجيب بقى هنا كده الصينيه بتاعتنا ونبدا ان احنا ندلق حله المحشي. بسم الله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحله مرصوصه بالواحده ازاي، تعالوا بقى نقلبها هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عربي والبلد يوكل، مش احسن من كده. بسم الله حاجه عظمه، بيتكلم عن نفسه وانا صايمه والبخار طالع في وشي ومش قادره اقول لكم انا عامله ازاي دلوقتي. صح مش قادره اقول لكم. الريحه تجنن، تالي مفيش احلى من كده. دي الخلطه اللي هي بتاعت المحشي، وادي الرز لما حطيناه عليها. وبصراحه انا عملت رق واحد بس علشان وقت الحلقه، كده كده احنا عاملين حله فايه امان بالنسبه لنا. ده اهو اللي معمول بالطريقه اللي احنا عملناها، اسهل طريقه ممكن تحشو بيها محشي وما ياخدش مننا وقت خالص. طيب تعالوا بقى كده